مصطفى على الطاير. لا 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 لا. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقه جديده من كن اسطوره. قبل ما ابتدي اضغط لايك، اشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات، وصل هذا المقطع عشان ما تحبون من اللايكات. شكرا على الدعم بالحلقه الفائته شباب. لايك لايك، هلا هلا باللايك. خلينا نروح مباشره نشوف جدولنا لليوم. اسطنبول بشكل شهير باليوروبا ليج دور 32. طبعا يا شباب احنا فزنا عليهم بالذهاب 1-0، واليوم عندنا ليفربول مانشستر سيتي وارسنال بعد. والله اليوم مبارياتنا قويه يا شباب. الحلقه اللي راحت انتقلت لنادي تشيلسي، ومثل ما تدرون تشيلسي كان بمركز متاخر، ما اعرف ما ذكر والله ايش قد، اللي يتذكر خليه يكتب لي تعليقات قد كان مركز تشيلسي، بس جو المركز الثامن. هسه تشيلسي بالمركز الرابع، فارق 10 نقاط على المتصدر مانشستر سيتي. هل راح ناخذ الدوري؟ اكتبوا لي بالتعليقات شنو توقعاتكم. هدفي هو نوصل الفريق لاحد الاربعه الكبار، واحنا هسه من الاربعه يا شباب، بس خلينا نصعد نحاول ان شاء الله حتى المركز الثاني. طيب منو هداف الدوري الانجليزي؟ سون عنده 15، موراي عنده 11. انا ايش قد عندي؟ انا يا شباب ما موجود ضمن هدافين الدوري الانجليزي حتى الآن. جاي تدرب على مهارة تمريرة من لمسة واحدة 98 يوم مكتسبها، يعني 3 أشهر و8 أيام. للأسف أنا ما جهز مباراتنا ضد اسطنبول نهائيا يا شباب، ما جهز، ما أعرف شنو السبب. يلا إن شاء الله نفوز بهذه المباراة طبعا على ملعبنا، وإن شاء الله أسجل. العب لي، روح سجل. هو أسست، ليش ما تسجل؟ ليش؟ لا أوه. الله الحمد لله مرت، والله تدخلت عليه تدخل ناري، كارت اصفر استاهل. اوف 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 اوف، جاي تسوي يا مصطفى شنو هذا؟ الله يستر. حارس على ملعبنا يا شباب، هدف التعادل، الله يستر، قلت لكم. يلا شوف 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 شوف، حلوه حلوه حلوه، العب له العب له العب له العب له، يلا انطيني. يا سلام، هي يا ولد يا ولد، اي اي يا مصطفى، يا سلام عليك. ما ادري الاحتفاليات يا شباب، قلت لكم اغير الاحتفاليه، اعتقد هسه راح ادخل واشوف الاحتفاليه اللي اختارها. اشوف الهدف، والله حلو، انطلاقه جميله وتمريرات ولعب، يا سلام رهيب. سؤال يا شباب، تتوقعون راح يوصل انتقالي، يعني سعر انتقالي الى المليار؟ ما ادري الصراحه. يلا اذا مرر لي تكون جول. الله لا 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 لا، على التمريره هذه المجنونه، يا مجنون، يا سلام. بالدقيقه 73 هدف ثاني صراحه، بهذه الكره طلبتها وما توقعت راح يوصل اياها. شوف يا ولد يا ولد، ضربنا الدفاع. خلي الاحتفاليه 147 رهيبه ومجنونه والله. شوف يا صديقي كمال. اوكي يا شباب، اعتقد اكثر لايكات جاي على الاحتفاليه 147، راح اشوفها اذا عجبتني اخليه. اصعد 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 اصعد، روح منا منا، العب منا، يا سلام رهيب. تفهمني تفهمني صح. يلا شوف 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 مصطفى، الاسيست الاسيست، والله بالمثلث يا شباب، والله بالمثلث، الهاتريك يا حبيبي، لعبت مثلث، راحت الكره للشباك الحمد لله 3-1. شوفوا انا العب اسيست انا يا شباب، بس يلا يلا يلا، هدف حلو اتوقع. شوف 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 شوف، انضرب الدفاع انضرب الدفاع انضرب الدفاع انضرب الدفاع، با 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 با، جول، سوبر هاتريك على اسطنبول باشاك شهير. ليش سجلتوا علينا هدف؟ شفت ايش يصير لما تستفز مصطفى؟ هذه عقوبتك. انتهت المباراه 4-1، سوبر هاتريك، اريد اكون هداف لليوروبا ليج، البطوله هذه اريدها ان شاء الله. كتبوا لي بالتعليقات هل حققت هذه البطوله او لا؟ ما اعتقد صح، ما حققناها مصطفى اللاعب هذا مو حارس مرمى يا شباب، انا افضل لاعب، تقييم 8.5 او 8.5 من 10. عندنا هاي الاحتفاليه الاولى يا شباب، احتفاليات محمد صلاح اللي هي السجود، وعندنا الاحتفاليه الثانيه اللي هي 104، هذه اللي قبل بها الكاميرا، بس راح نختار 147. سويت سكيب المباراه ويست هام، فزنا 2-0 وانا سجلت الهدفين. هسه عندنا مباراه ليفربول، اوه ليفربول يتراجعون بالترتيب الى المركز الثالث، السيتي صاروا بالصداره، وهم السيتي بالصداره يا شباب، ليفربول اعتقد كان مركز ثاني، بس هسه ويا ليفربول اذا فزنا ممكن ناخذ المركز الثاني اذا ما تعثروا ولفرهامبتون. شبه جاهز انا بهذه المباراه ضد اريولا وسالابيا وما اعرف منو يا شباب، ان شاء الله نسحق ليفربول باذن الله. اوه الاطقم يا شباب، نسيت ما انتبهت للاطقم، ان شاء الله واضحه، ان شاء الله يعني واضح باذن الله. انتم شو تقولون؟ ما ادري والله، ما ادري يا شباب رايكم واضحه ولا لا، ان شاء الله واضحه، انا بالنسبه لي اشوف واضح. خطره خطره، فرمينو فرمينو فرمينو، سهله سهله كيبا. شو 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 شو، مرت يا ولد، اضرب، لا كان ممكن بالقدم الضعيفة، هذه ضعيفة هذه صاروخية، استلام وتصويب. يا اريولا راح اتعبك اليوم. شوف اذا لعب لي راح اطلق صاروخية يا شباب او ار2، واحد من الاثنين، ممكن الار2 افضل، ممكن الار2. يا اريولا حلو مصطفى، اضرب اضرب اضرب. سمعتوا صوت القائم يا شباب؟ منو اللي ما سمع صوت القائم؟ خلي يقول لي، هذه الثانية.
شنو هذه؟ كيف تلعبها بهذه الطريقة؟ مصطفى يرجع للدفاع يضغط. حلو ضايقته، أتوقع ضايقته يا شباب. إذا لعبها صح أسجل، إذا لعبها صح أسجل. هو لعبها صح وبقى التسجيل يا مصطفى، هو لعبها صح وأنا أسجل، قلت لكم إذا لعبها صح أسجل. حلوة صارت 1-0 هسه يا شباب، يعني ها قريبين من المركز الثاني إن شاء الله. يا رب ولفرهامبتون يتعثرون. شو 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هذا رهيب، هذا اللي مرر لي أسطوري. يا سلام يا مصطفى. أوه عرقلة، فاول يا حكم. حلو أنا نفذ ضربة الحرة، أنت لا تصوب رجاء، خليني أنا اللي أصوب. يا ولد يا ولد يا كبير، أسطوري ورهيب، تقييمكم من 10 لهذه الضربة الحرة. شوف 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، قلت لك راح أعذبك يا أريولا. شوفوا الزاوية المفضلة، شوف شوف شوف، يا سلام على اللفة رهيبة. لا شباب لا يجي هدف، خطرة. يا سلام يا كيبا، يا ولد شيلها. خلاص نهاية المباراة 2-0 على ليفربول، صعدنا للمركز الثالث أو ممكن المركز الثاني. ترى المباراة كانت بالأنفيلد، ودائما أقول لكم أنفيلد جحيم بس على نفسهم. فازوا ولفرهامبتون على اليونايتد، ولفر بالصدارة، إحنا مركز ثالث. يلا هسه مباراة جينك باليوروبا ليج، إذا فزنا بالذهاب يا شباب مباراة الإياب أسوي لها سكيب. دور 16 اليوروبا ليج مباراة الذهاب راح ألعبها، إذا فزنا مباراة الإياب سكيب، لأن يعني جينك يعني يعتبر فريق متواضع إن شاء الله. لا لا حكم لا تنطي كارت اصفر يا حكم، اصلا المباراه الجايه ما راح العب يا شباب، المباراه الفائته كان عندي كارت اصفر. يا سي ليش تدخلت هذا التدخل؟ ليش ليش؟ لا لا يلف كيف يصده شباب، جنك هذه شباب. المباراه الاياب انا ما راح اكون متواجد معاكم. خطره حلوه كيبا، نستاهل جول والله نستاهل. المشكلة الهدف على ملعبنا، المباراة هذه على ملعبنا، والمشكلة الأكثر يا شباب هو ما جاي نصنع فرص، يعني عادي نستقبل هدف بس ليش ما نصنع فرص؟ يا ربي مرر يا ربي مرر يا ربي مرر. توصل 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 التعادل. خلاص يا شباب انتهت المباراة 1-0، خسرنا ضد جيني. مباراة الإياب أتوقع أنا ما راح أكون موجود بيها. عندنا فالنسيا، نابولي، إشبيليا، أتلتيك بلباو، ليفركوزن، وأندية يا شباب قوية موجودة. أوه مباراة المتصدر ضد مانشستر سيتي يا حبيبي. طبعًا إذا فزنا على مانشستر سيتي راح نقلص الفارق إلى 7 نقاط بس. جت اللحظة اللي ألعب بيها ضد بيبي غوارديولا بستانفورد بريدج على ملعبنا أمام جمهورنا، ولازم أسحق غوارديولا يا شباب. يلا صافرة البداية، مصطفى تركز على التسجيل على السيتي بهذه المباراة المهمة، المباريات الكبيرة لازم يظهر بها الكبير يا حبيبي. يا سلام اضرب اضرب اضرب. يا المدافع انت ليش وقفت؟ اي 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 عافية اسيست. لا 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 لا, لا. انا اجيبها وهذه ضيعها. اسيست ماكو احد شباب، هذه كرة انا اصنعها وما حد يسجل. خطرة حلوة يا كيبا يا رهيب. كيبا 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 كيبا، روح روح يا سلام. يلا يلا هي مصطفى يا سلام. اضرب صاروخية لكن الحارس ما قدرت افوز على غوارديولا. كان ممكن نقلص الفارق بس حارسهم والله صد الكرة صاروخية عجيبة. خلينا نشوف الترتيب، نتراجع للمركز الرابع، الليفر صعدوا خلاص الدوري، احنا مو هسه يا شباب ما نريد الدوري، نريد المركز الثاني. خسرنا بالدوري الاوروبي، تعثر بالدوري، غريب مصطفى ما جاي يسجل هسه مباراة الدوري الاوروبي وانا اعتقد ما موجود. سيلعب مصطفى بشكل اساسي المباراة، لكن هل هو مستعد للفوز؟ كيف انا راح العب يا شباب؟ مو المفروض ما اكون موجود؟ انا اساسي بالفعل وجاهز. يلا يا شباب التركيز كل التركيز، وانا همشي يعني الاعتماد علي على التسجيل. 56 مليون بارض الملعب، حلوه 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 هذه الكرات الحلوه. يا الله يا سلام، تعجبني تعجبني من يتمرر بهذه الطريقه. يلا مصطفى بوم، هدف اول انفجار برض الملعب 1-0. خلي نجلدهم على ملعبهم. شوف التمريره، لا 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 ما يجيبوا ما يجيبوا ما يجيبوا ما يجيبوا. طياره طياره يا شباب، نسحب اقسام قبل الانطلاقه. بوم قويه، روح 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 روح. اضرب 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 اضرب. سهله سهله سهله، صعبه يا شباب من هذه المسافه والله حيل صعبه. مصطفى على الطاير، لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا اللي قل لك عليه لا تصد ولا ترد، الصاروخية اللي تهز الشباك. يا سلام هذه الاحتفالية يا شباب الجديدة يا عمري، يا سلام على هذه القنبلة. بس خلينا نشوف اللي صار بهذه الكرة. شوف شوف شوف، مرر لي هو تمريرة غريبة ضربت بالقلب، بوم. تقييمكم من 10 لهذا الجول مصطفى. اضرب اضرب يا ولد، الو يجي هدف من هذه المسافة يا شباب. بس اتوقع هو تدخل علي تدخل قوي. شوف الكرة، شوف هنا انا، حلو حلو، راح زاية تجي جول. مصطفى 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 بالسرعة الله 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 الله، عرقلة. كارت اصفر يا حكم، تدخل على افضل واغلى لاعب بالعالم. حلو مصطفى حطها بالشباك، يلا هدفين من ضربة حرة بحلقة واحدة. جول هذه، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، سهلة سهلة، رهيب اسطوري. يا سلام، صارت 3-0، ضربنا جينك بنتيجة كبيرة وهاتريك. سافرت الحكم 3-0. خلينا نشوف مباراتنا ويامن بربع النهائي، راح نلعب ضد بنفيكا، ليستر ضد ليفركوزن، اشبيليا ضد فالنسيا اسبانية هذه المباراة، نابولي ضد هيرتا برلين. اكيد مباراة بنفيكا صعبة، بس النصف النهائي راح يكون اصعب والنهائي اصعب 100%. انا هداف مو بالفعل، انا هداف لليوروبا ليج. بالنسبه للدوري الانجليزي عندي 7 اهداف، المتصدر عنده 15. لا تنسون يا شباب جيت لهم بالنصف الثاني من الموسم. هدافين الابطال، انا هداف لدوري ابطال اوروبا لحد الان، وانا طلعت من دور المجموعات لما كنت مع ريال مدريد. يعني تشيلسي ما مشاركه بالابطال وعدها هداف بالابطال. اكيد بعضكم يريد يشوف شنو اللي صار بدوري الابطال، الريال ودع طيب هذول الانديه اللي موجوده. خلينا نشوف من ينافسني بالهدافيه. هالاند من دورتموند، ولاعبي سي ميلان لياو، وبرناندو سيلفا وسافيتش. دورتموند بعد هي موجوده، واتوقع يا شباب هالاند راح يكون هداف، اتوقع يسجل على اليوفي بالراحه، وحتى لاعب الاي سي ممكن يسجل. وانا سكيب المباراه بورلي، فزنا 1-0 والسيتي بعدهم يفوزون، واحنا بالمركز الرابع نبقى. الحلقه الجايه ان شاء الله عندنا نصف نهائي الكاس ارسنال، اتوقع الحلقه الجايه يا شباب ممكن نخلص الموسم، ما ادري هل تردون نخلص والله احتمال كبير نخلصه. فكتبوا لنا بالتعليقات لايكاتكم اشتراكاتكم تفعيل زر تنبيهاتكم، وبس في امان الله. شكرا للمشاهدة يا شباب، شكرا على الدعم بكل الحلقات وبكل السلاسل. السلام يا شباب.